ومن ثم فضل الله بعض المكان على بعض المكان، وبعض البلدان على بعض البلدان، كما فضل بعض أهل المكان على بعض أهل المكان، وفضل بعض أهل البلدان على بعض أهل البلدان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولقد فضل الله بعض أهل عمان على بعض أهل الأوطان، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، روينا بأسانيدنا المعتمدة وإجازاتنا المتصلة إلى صحيح مسلم رحمه الله، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي قال: سمعت أبا برزة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: لو أن أهل عمان أتيت، لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك، أرأيتم؟ لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك، هذه شهادة، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل عمان بالأمان والاطمئنان، وتلك تزكية، وتلك تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل عمان بالعرفان والفرقان، وتلكم ترقية، وتلكم ترقية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل عمان بالإحسان بالضيفان. قل صدق الله، بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. هذا فضل أهل عمان، فما فضل عمان على سائر البلدان؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده، وأورده البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة الحسن بن هادية، وهو تابعي ثقة، قال: لقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل عمان. قال: من أهل عمان؟ قلت: نعم. قال: أفلا أحدثك، أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم أرضا يقال لها عمان، إني لأعلم أرضا يقال لها عمان، ينضح بجانبها أو بناحيتها البحر، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها. ترون ما الحكمة، ما الحكمة من أن الحجة الواحدة من عمان أفضل من حجتين اثنتين من غير عمان؟ لقد بحثت عن هذه الحكمة السديدة سنين عديدة وأعواما مديدة، فوجدت هذه الفائدة العجيبة. للكعبة البيت الحرام أربعة أركان: الركن الشامي، وهو الذي يتجه إلى الشام، والركن العراقي، وهو الذي يتجه إلى العراق، والركن اليماني، وهو الذي يتجه إلى اليمن،
والركن الذي فيه الحجر الأسود، أتدرون أين يتجه هذا الركن؟ إنه يتجه إلى أرض عمان، فكأنما لولا وجود الحجر الأسود في هذا الركن لسمي بالركن العماني. ذلك من فضل الله علينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عباد الله، صلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة عليهم في محكم كتابه، حيث قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.